هنبتدي نرسم، فهناخد لاين طبعا مفعل السناب على 2.5، وهبتدي ارسم بس الحائط الخارجي اللي هنا. هبتدي من اي نقطة مفيش مشكلة، ممكن ابتدي من عند الباب هنا وهكمل. طالما مفيش عندي فتحات انا بكمل رسم، انا بضغط بس كليك بالشكل ده كده. برضو في هنا جزء مش مستقيم، اوكي الفيرتكس دي جت مش مظبوطة، فهضغط على باك سبيس اللي هو السهم بالشكل ده كده، وهبدأ اضغط على الفيرتكس هنا بالشكل ده كده. هنا ما فيش فتحة للأسف، لما بيكون كله لون واحد تعرفش تميز. وقف هنا، ممكن ألف وارجع تاني، وممكن لا أضغط كليك يمين. فكده أنا خلصت خلاص رسم. هروح على موديفاي وأنا ماسك السبلاين، يعني لسه أنا ما ضغطتش بره، أنا ضغطت بس كليك يمين عشان أخلص رسم على كده. هروح على موديفاي وانا ماسك السبلاين، فبيقول لي ده اسمه لاين واحد، ده درجة لونه، ده اسمه. وهنا بيقول لي انت محتاج تمسك ايه، فيرتكس يبقى بتمسك نقطة، ولا سيجمنت المسافة ما بين نقطتين اللي هي دي اهي المسافة دي، ولا السبلاين كله القطعة كلها. انا هقول له القطعة كلها ليه، لان لما هضغط طبعا سيلكت من هنا او سيلكت من هنا من قائمة سيلكشن، من هنا او من هنا مفيش مشكلة، تقدر تنزل تحت بس لحد ما توصل لقائمة جيومتري. في قائمة جيومتري خد بالك القائمة بتقدر تقفلها بالشكل ده كده من السهم، تمام؟ هي قائمة جيومتري دي، وبرضو القائم ملهاش ترتيب، يعني انت ممكن تسحبها تحطها هنا، ممكن تسحبها تحطها تحت عادي. انا اسم القائمة جيومتري، هتشوفها في اي مكان جيومتري، منها هتنزل تحت كده هتلاقي في حاجة اسمها outline. قبل ما تمسك الخط وتقعد تلعب فيه، لا انا عملت له select، لو انت رحت على جنب قائمة outline الايقونة دي هتلاقي فيه هنا تقدر تضغط وتسحب لفوق او تنزل لتحت. انا لما نزلت لتحت بالسالب بدأ الخط يعمل خط شبهه ويخرج بره، لا انا عايزه لجوه عشان يعمل الجزء المصمت، بدل ما كنت الف وارجع انا، لا في حاجة اسمها outline هتخليه يلف ويرجع هو. طيب انا دلوقتي لما عملت يعني اوت لاين لجوه لقيته بيدخل بالموجب، طبعا انا عارف هو كام سنتي، يعني انا لو قربت كده وابتديت اسحب لفوق، بص هو تقريبا اهو اول ما بيوصل هنا 20 سنتي، تمام يعني 0.2. فهضغط كليك يمين، خد بالك انا ما بضغطش واسحب واسيب، لا 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 كنترول زد، انا بضغط واسحب لفوق وبعد كده انا مش عاجبني بقى طبعا اللي مكتوب ده لانه رقم انا مش هقدر اظبطه، فبضغط كليك يمين قبل ما بحوش ايدي من على الشمال اللي انا رسمت بيه، بضغط يمين ولا كاني رسمت حاجه. بعد كده هعمل هنا اقول له 0.2 انتر، فعمل لي 20 سنتي. بس كده ده اول خط انا رسمته، تمام. طيب هل هو مفيش الا الفتحه دي؟ لا هو هيبقى في فتحه تانية هو بيقولها بتتقلك في الفويس نوت اللي بتوصلك، تمام. ده كده خط. طيب انا رسمته، انا مش محتاجه يبقى باللون ده، فمحتاج اغيره، فهقدر اعمل عليه سيلكت واقدر اجيب من اللون من هنا، محتاج اقول له مثلا وليكن باللون زي اللون ده كده واقول له اوكي. طب ده خط انا عايزه يبقى 3D، لان هو لو 2D انا يعني مش عارف انا خلصت ايه وما خلصتش ايه. فقال لي خلاص امسك السبلاين. قدامك حل من اتنين، لو انت هنا على جيت ستارت هتروح على بيزك موديلنج وهتروح تضغط على كلمة اكسترود، بس كده هو بقى 3D، تمام. حاليا بس هنخليه 2 متر. دلوقتي انا بعمل بس اكسترود كده عشان اميز كل حاجة احنا عملناها. بعد كده محتاج اعمل برضو الاوت لاين الخاص بالفيلا نفسها بحيث اشتغل عليها، فهقول له محتاج اعمل لاين، وبرضو هاجي من هنا هضغط فيرتكس، في هنا عندي فتحة شباك. هو كده كده برضو في الفويس نوت اتقال ان احنا مش محتاجين غير بس
الواجهة من هنا، الجزء الجانبي والجزء الجانبي ده وظهر الفيلا المشروع مش محتاجينه، انا بس محتاج الواجهة دي بس. اوكي بس خلينا هنعرف ازاي برضو نمديلها. فانا بضغط اول نقطة ونقطة في اول الفتحة ونقطة عند اخر الفتحة، احاول بس ان انا اخلي كل نقطة تبقى فعلا على النقطة اللي تحتها بالظبط. تمام، نقطة على اول الفتحة بالشكل ده ونقطة على اخرها. في هنا فتحة باب، هضغط هنا نقطة وهنا، بعد كده هكمل لاخر الطريق العمود هنا. الجزء ده ده جزء ديكوريشن هنشوفه مع بعض اهو، اول الفتحة واخر الفتحة. برضو هنا كمان عندي لحد هنا، بس هدخل هنا كده وهنا وهبدأ اسيب الفتحة بتاعت الباب دي اهو، وبعدين هنا، بعدين هلف وارجع تاني. فده هنا ده برضو جزء كده حلية عمود، بس في هنا تويلت هنسيب الفتحة بتاعته هنا كده، بعد كده فتحة شباك هنا، بعد كده في جزء برضو بارز ملناش علاقة بيه هنا، وهبدأ فيرتكس هنا وهنا. طبعا هو ماشي هنا على نفس خط الخط الخارجي، يعني ده كده السور الخارجي. فانا ممكن ارجع باك سبيس كده وابدأ امشي برضو معاه، يعني امشي من هنا كده، فهمشي بالشكل ده كده وهبقى استغنى عن واحد فيهم بس في النهاية، على اول الفتحة وعلى نهاية الفتحة هنا. في هنا فتحة باب برضو كذلك، خلينا نكمل. اللي هنا في هنا فتحة باب، بالشكل ده كده. احط فيرتكس هنا وفيرتكس هنا وفيرتكس على النهاية وأقول له يس. بعد كده محتاج بس أقول له من هنا من اللاين، أقول له محتاج أعمل ده أوت لاين. كذلك هعمل نفس الحركة، يعني هروح من هنا من الأوت لاين وأبدأ أسحب لجوه بالشكل ده كده 20 سنتي. المرة دي بالسالب أقول له سالب بوينت 2 وأقول له انتر بالشكل ده كده. لو قلت له اكسترود تلاقي الموضوع ماشي معايا كويس بالشكل ده كده. هلو بي برسبكتيف وزد. طيب انت الفتحات دلوقتي بتاعتي مش متظبطة، هقول له دلوقتي الارتفاع عندي 4.20 متر بالشكل ده كده واقول له انتر. في بعض الاجزاء في الحائط ده محتاجين نستغنى عنها، هنكتفي بس بالحائط الخاص بالمبنى، وهنا كذلك محتاجين كمان نشوف الفتحات في كل جزء هنا. قبل ما اكمل طبعا هقول له فايل واقول له سيف، محتاج احفظ المشروع بتاعي. راح اقول له ديسكتوب، بس محتاج اخد الاسم بتاعي نسخه بالشكل ده كده، وهدخل جوه هروح على ماكس واقول له في ماكس هنا محتاج احفظ المشروع بتاعي، كنترول في الاسم واقول له سيف هنا. بالشكل ده حفظت المشروع بتاعي، بحيث اعمل كل شويه كنترول اس فاحافظ على الشغل بتاعي. نعدل الاجزاء المتداخله في بعض هنا، هعمل سيلكت على الجزء الخاص بتاع الدور الارضي وكمان السور الخارجي واقول له ايزوليت. محتاج اعدل في ايه؟ محتاج اعدل في السور الخارجي، محتاج يقطع هنا ويبتدي تاني من هنا. هطلع طب زد بالشكل ده. طبعا حاليا ممكن يكون صعب شويه ان انا اعدل، فبالتالي هروح من هنا من ديفولت شيدد واقول له واير فريم. كمان محتاج ألغي الجريد فهقول له جي من الكيبورد. بعد كده همسك الصورة الخارجي وهروح من موديفاي. هتلاقي هنا في موديفاي ايه؟ هتلاقي بيقول لك انه في لاين انت رسمته وعملت له اوت لاين، وفي حاجة اسمها اكسترود معمول لها 2 متر اماونت الارتفاع بتاعها. كل اللي محتاجه ان انا هروح عند الفيرتكس من هنا وامسح الفيرتكس دي. بس انا لو مسحت الفيرتكس دي كده وصل لي لسه
الجزء ده لسه موجود زي ما هو، انا مش محتاجه لانه مش موجود عندي في البلان، فبالتالي هروح على السيجمنت وابدأ امسح الاثنين دول. بمعنى لو قلت كنترول زد، انا لو خدت السيجمنت ومسحت الاثنين دول اللي هما الضلعين دول برضو كان الموضوع اتحل. بعد كده هقول له كليك يمين واقول له كونكت وابدأ اعمل كونكت من هنا لهنا، بضغط واسحب، بضغط واسحب من هنا لهنا واسيب. كذلك الجزء اللي هنا هضغط واسحب واسيب هنا بالشكل ده كده. الاجزاء دي مش محتاج ان انا اعدل فيها خلاص، الاجزاء دي كمان مش محتاج ان انا اعدل فيها. طيب هنا محتاج ان السور بتاعي يقف هنا، كل اللي محتاج اعمله هقول له ايه؟ اقول له محتاج احط هنا فيرتكس وهنا فيرتكس نقط، بحيث تقسم لي الخط ده لجزئين، جزء هنا وجزء هنا. حاليا لو رحت على سيجمنت ومسكت الجزء اللي فوق هتلاقيه هو عبارة عن قطعة واحدة، انا مش مرتاح كده طبعا، محتاج بس امسح الجزء ده، فبالتالي هقول له فيرتكس وهضغط كليك يمين. بدل ما بقول له كونكت بوصل ما بين نقطتين، لا هقول له ريفاين، انا هضيف نقطة، هقول له ريفاين وهقول له محتاج فيرتكس هنا ومحتاج فيرتكس هنا. كده انا قسمت الضلع ده. لو رحت على السيجمنت وبعد كده قلت له موف ومسكت الجزء ده بقى قطعة لوحده، وكذلك ده قطعة لوحده. انا عملت موف دلوقتي، لو سبت الكليك فهو اتحرك من مكانه، كنترول زد برجع تاني. لكن لو انا عملت موف وقبل ما سيب الكليك بتاعتي ضغطت كليك يمين، اذن كل حاجة رجعت زي ما كانها. هعمل سيلكت على الجزء اللي مش محتاجه، الجزء ده، وهقول له ديليت من الكيبورد. خلاص لازم اقفل. طيب انا الجزء اللي هنا قفلته والجزء اللي هنا قفلته، طب ايه اللي بيحصل لو النقطتين دول ما اتقفلوش؟ لو رحنا كده من واير فريم ضغطنا ديفولت شيدد ورجعنا تاني طلعنا عند الاكسترود، او لو انا تحت وحابب اظهر كل الموديفاير اللي فوق هعمل من هنا شو، بالتالي بيفعل كل الموديفاير اللي فوق، لان بمجرد ما انا بنزل هنا كل الموديفاير بتتلغي. لو نزلت تحت كده هتلاقي انه السور ده مفرغ من النص. ده دليل على ايه؟ ده دليل ان السبلاين ده اللي معمول له اكسترود مفتوح، في فيرتكس مفتوحة. لو طلعت التوب هتلاقي الفيرتكس هنا اللي احنا سبناها والفيرتكس هنا. لو قلت له دلوقتي وير فريم كليك يمين كونكت وابدأ اعمل كونكت بالشكل ده كده، وهناك كذلك بالشكل ده، لو رجعت ديفولت شيدد هتلاقي مصمت زي ما انت شايف بالشكل ده كده. توب زد كده. انا خلصت تعديل على الجزء الخارجي. طيب محتاج اعدل كمان على الجزء الداخلي اللي هنا، في اجزاء مش محتاجها اللي هي الفتحات، محتاج افتح للابواب وافتح كمان للشبابيك. في اكتر من طريقة، الطريقة المريحة بالنسبة لك تقدر تستخدمها، لكن لو انت اول مرة تشتغل فخلينا نشتغل بطريقة سهلة وفي نفس الوقت بنستخدم التولز اللي احنا شغالين بيها. هرجع من الايزوليت من هنا، بعد كده همسك الحوائط بتاعتي اللي هي باللون ده، في عندي هنا فتحات زي ما واضح بالنسبة لك هنا وهنا، وكذلك فتحة الباب، وكذلك الشبابيك هنا. هروح من موديفاي، بالتالي هيكون واضح بالنسبة لي السيجمنت، اقدر امسك كل سيجمنت فيها فتحات، واضح بالنسبة لي انه الفتحات اماكنها معروفة، فممكن اعمل ايزوليت بحيث اقلل شوية فكرة الخطوط. ده شباك وده كذلك شباك وده كذلك شباك. كل ده بعمل سيلكت ازاي؟ بعمل سيلكت وانا ضغط كنترول، وده شباك، ده باب، هنا شباك وهنا شباك وهنا، وده باب وهنا. اظن كده الموضوع انتهى. في الخطوة دي محتاج اضيف كمان خطوة عندي، مش هعمل ديليت لان محتاج الخطوط اللي هنا، هقفل بيها على الشبابيك والابواب، فبالتالي هضغط كنترول زد.
لو قفلنا كل القوائم هنا هنروح على قائمة جيومتري وهنزل تحت هلاقي في حاجة اسمها دي اتاش. دي اتاش بتفصل الخطوط. لو قلت له دي اتاش وقلت له اوكي بالتالي بقى عندي الحوائط جزء لوحده وفتحات الشبابيك جزء مختلف سواء كانت شبابيك او ابواب. حاليا اللي محتاجه هدخل على كل جزء وابدأ اقفل السبلاين بتاعه. هروح من هنا من موديفاي هروح على فيرتكس وهبدأ اقول له كونكت وهكونكت كل الخطوط دي. بضغط واسحب واسيب الناحية التانية. كمان الحائط بالشكل ده انهينا كل الاجزاء. هرجع تاني للاكسترود وهضغط هنا من وير فريم هقول له ديفولت شيدد وهتاكد ان كل حاجه متقفله عندي. طبعا واضح ان هنا في خطا عندي يبقى اكيد في هنا جزء مش متقفل. هقول له كونكت بالشكل ده. ممكن اقول له شو كده كل شيء عندي تمام. طيب طب بالنسبة للأجزاء دي ليه ما تعملهاش اكسترود؟ لأن احنا عملنا لها دي اتاش، احنا خرجناها من الخط الأساسي. لو أنا مسكت السبلاين ده وقلت له اكسترود كل حاجة هتكون مقفولة بالنسبة لي بالشكل ده كده. ممكن أرفع الاكسترود بتاعي متر حاليا، هاخد الجزئين دول مع بعض وهقول له جروب وأقول له أوكي. تقدر تسمي الجروب وتقدر تغير لون الجروب. أنا محتاج أخلي الجروب يكون لون أغمق شوية لو رجعت من الأزولايت وضغطت B Perspective و Z بعد كده ضغطت على Scroll مع Alt وبعمل Move بعمل حركة بس بشوف الفايل بتاعي هل فيه أي مشاكل؟ لا. إذن بكمل نبتدي نظبط الفتحات ونبدأ نظبط الارتفاعات. محتاج الإكسترود بتاعي للسور الخارجي هيكون 3 متر. الدور الأرضي هقوله بس Open الأول. محتاج الدور الأرضي يكون 4 متر 20. عندي هنا السلالم هيكون في هنا عندي بس 4 سلالم 4 درجات مش العدد ده كله تمام. الدرجة ارتفاعها 15 فيبقى عندي 4 هيبقى عندي 60 سنتي. فبالتالي هرفع الجزء السفلي اللي هو تحت الشباك 60 سنتي الأول اللي هم دول 0.6. بعد كده هاخد كمان 30 سنتي خاصين بالدور الأرضي فهيبقى 0.90. بعد كده محتاج اعمل الجزء العلوي من الشباك فبالتالي محتاج اخد نسخة من الجزء السفلي ده واحطها فوق. الموضوع بسيط جدا، ممكن اخد شيفت موف واسحب لفوق. بسحب لفوق من اللون الاصفر اللي هنا اللي هو الزد. ما ينفعش اخد من النص كده وابدأ اسحب لانه هيروح في كل الاتجاهات. لازم اخد شيفت، هضغط على شيفت واضغط على موف بس لفوق بالشكل ده كده.
الاسهل من كده ان اضغط كليك يمين واقول له حاجة هنا اسمها كلون. كلون بياخد نسخة في نفس المكان. كلون هقول له محتاجها تبقى كوبي مش محتاجها انستنس، هنعرف الفروق بعد شوية. هقول له كوبي واقول له اوكي. كده هو عمل لي نسخة تانية، بدليل انا لو قلت له عايزها 4 متر 20، يعني عايزها تكون على 4 متر و20، طلعت فوق على 4 متر و20 وساب الجزء السفلي زي ما هو. الجزء العلوي ده مرفوع اكسترود لفوق لان الاماونت بتاعه بالموجب. انا مش محتاجه بالموجب، انا محتاجه بالسالب، فهضغط هنا هقول له سالب 0.9 واقول له انتر، فبالتالي عمل لي اكسترود لتحت. اذا يبقى صافي الشباك 2 متر 40. 2.40 هو المطلوب لفتحة الشباك هنا، سواء في الدور الارضي او في الدور الاول. طبعا هناخد بالنا انه في فتحات هنحتاجها تكون اصغر من كده زي فتحات التويلت، هنعدل عليها، لكن احنا دلوقتي في مرحلة بنرفع اكسترود بس للمبنى. تي توب وزد بقيت شايف المبنى بتاعي، محتاج اعمل البلاطة الارضية للدور الارضي. هاخد الحوائط عندي واقول له ايزوليت، عاوز اقفل الجزء الداخلي. كان ممكن بمنتهى البساطة انه السبلاين اللي رسمته اول مرة اخد منه نسخة كلون واعمل لها اكسترود، فبالتالي هقفل بيها الجزء ده، ولكن من باب التذكرة احنا هنشتغل تاني. هقول له كرييت، مش هقول له جيومتري ولكن هقول له شيب، هقول له لاين، وبعد كده هاخد السناب وابدا اسناب على الفيرتكس بالشكل ده كده. بيقول لي كلوز سبلاين، هقول له يس. بكده اقدر اعمل اكسترود. الاكسترود بتاعي هيكون الاماونت 60 سنتي الخاصين بالدور الارضي بالشكل ده كده. ممكن تاخد لون مختلف، اللون الابيض، واقول له اوكي. لو رجعت من الايزوليت من هنا لقي الموضوع بالشكل ده. هنا ممكن تكون مش محتاج اللون الرصاصي في الجزء ده، فممكن امسك سبلاين واقول له مش محتاج الجزء ده. لو فعلنا الاكسترود من فوق من هنا هقول له ديليت، مش محتاجه. بعد كده ابدا ارسم السلالم هنا. اول سلمه بالنسبه لي، وتاني سلمه، وتالت سلمه، وبعد كده جزء ستريت على طول بلاطه. اقدر بمنتهى البساطه ارسمها عباره عن اجزاء منفصله، عبارة عن بوكس وبوكس وبوكس، ولكن الموضوع ده بسيط قوي. لا، احنا ممكن ناخدها بشكل مختلف شوية. هقول له بوكس ومحتاج اعمل بوكس هنا بالشكل ده كده. البوكس ده محتاج ارفعه كام؟ محتاج ارفعه بس 15 سنتي. هقول له بوينت 15 بالشكل ده. عشان يكون الموضوع اسهل بالنسبة لي انا هروح من كاستومايز واقول له يونت سيت اب، ومن هنا بدل متر هقول له سنتيمتر واقول له اوكي. بالنسبة لي ان اكتب 15 افضل بكتير من ان اكتب بوينت 15. طيب، وبعد كده ده كده خلاص بالنسبة لي ده الارتفاع سلمة، بس دي التانية المفروض تكون 30. ده فعلا، ولكن انا هعمل ايديت بولي، وفي الايديت بولي ده بيتيح لي ان انا اعدل على البوكس. خلينا كده ناخد البوكس ده لوحده ايزوليت. بيتيح لي ان انا اعدل على البوكس من ناحية السيليكشن، لو انا روحت على سيليكشن من هنا او من هنا. انت عندك اللير الاولانية اللي هي البوكس، واديت لها موديفاير، حاجة بتخليك تعدل شوية على البوكس اكتر. رحت على الفيرتكس، يبقى بقدر اتحكم في الفيرتكس، بقدر امسك الفيرتكس دولت اتنين مع بعض، واحدة فوق وواحدة على الارض بالشكل ده كده. او لو ضغطت ضغطة واحدة بس يبقى انا ماسك اللي فوق، تمام. لو انا قلت له ايدج بمسك خط ما بين نقطتين بالشكل ده كده. بعد كده في بوردر، بس مفيش عندي بوردر هنا. هقول له بوليجون، وده بياخد فيس، وعند الاليمنت بياخد الاليمنت كله. انا حاليا محتاج اتحكم بس في البوليجون، فهمسك البوليجون واخد البوليجون اللي على اليمين وهطلع طب وزد. هرجع تاني من الايزوليت، مش محتاج اكتر من ان انا اخد شيفت واضغط على السهم الجزء اللي لونه اصفر اللي هو الاكس واسحب لقدام. طب هو ايه اللي حصل دلوقتي لما انا سحبت لقدام؟ هل هو بيتمط معايا؟ لا اطلاقا،
هل هو بتعمل له سكيل؟ لا برضه. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه بيعمل اكسترود، حاجه كنا زمان بنعملها عشان نعملها، بنضغط كليك يمين ونقول له اكسترود، وبنضغط على الايقونه اللي جنب الاكسترود عشان تديني الاوبشن، وبقدر اعمل اكسترود بالشكل ده كده، او بتروح من الايديت بوليجون وبتلاقي اكسترود بالشكل ده كده وجنبها برضو نفس البوكس. عشان يبقى واضح بالنسبه لك ايه اللي بيحصل في البوكس اللي معايا، هروح من ديفولت شيدد وهفعل حاجه اسمها ايدج فيس، بتبين لي الايدجات الخاصه بالمجسمات اللي قدامي. همسك تاني الفيس اللي على اليمين، عملت سيلكت بالشكل ده كده، وبعد كده بلغي بالت بيلغي السيلكت، فكده بقيت ماسك بس الجزء اللي على اليمين. اقدر اطلع توب وزد، بعد كده هسحب شيفت موف، بس لما اسحب شيفت موف ما انساش ان انا اخري حدودي عند الفيرتكس دي هنا كده، يبقى انا بسحب واقول له اقف هنا. طيب انت لو بتسحب وبتقف هنا مش هتلاقيه بيقف هنا، ما هتلاقيه بيعمل ايه؟ انت هتلاقيه بيروح معاك كده. ليه؟ في اوبشن انا مفعله المفروض ان انت تفعله، اللي هو اللي سناب على الاكس والواي. طيب انا اقدر ازاي اطلع الاوبشن ده اللي هو الجزء ده؟ كليك يمين في اي جزء فاضي هنا وليكن هنا، هتلاقي في حاجه اسمها هنا اكسس. اكسس لو لغيتها الاوبشن ده بيتلغى، ولو ضغطت عليها تاني صح بيظهر معايا. محتاج ان احنا نفعله بس مع السناب بالشكل ده وعلى الاكس والواي، وابدا اسحبه من النقط هنا واحطه في اي مكان انا مناسب ليا. انا بالنسبه لي حطه هنا. شوف لو انا ما فعلتوش وجيت مسكت الجزء البوليجون اللي هنا وقلت له شيفت موف وعايزك تروح على نفس الفيرتكس دي قصادها بالظبط بالفيس ده، بيروح معايا لفوق او لتحت، ما بيمشيش بخط ستريت. ولكن لما بفعل السناب وبقول له انا عايزه على الاكس والواي عشان بس يبقى ماشي معايا اكس وواي، واضغط شيفت، وبعدين وبعد ما بضغط شيفت بضغط على الاكس من هنا كده السهم اللي من الاكس وبسحب لحد الفيرتكس اللي فوق دي، كده انا عملت اكسترود. كذلك محتاج اعمل اكسترود للجنب اللي فوق هنا بحيث املى الجزء اللي فوق هنا، كذلك الناحيه التانية هعمل نفس الخطوه. جرب مره واتنين وشوف الفيديو مره واتنين بالشكل ده كده. طيب هنا ده محتاج ان انا اخده اكسترود لفوق صح، زي ما احنا خدنا اكسترود ده يمين، محتاج اخد ده اكسترود لفوق كمان. تمام اوكي، هنعملها ازاي؟ هنمسك البوليجون ده واضغط هنا اكسترود او هنا واقول له محتاج ان انا ارفع ده 15 سنتي وانتر واضغط صح بالشكل ده كده. بعد كده تي توب وزد، هاخد برضو الجنب الشمال، عملت ضغطت بره في الفاضي وبعد كده ضغطت لما وصلت للجزء اللي انا عايز اعمله وزياده، الجزء الزياده ده هضغط الت وهلغيه. بعد كده بالسكرول لفيت السكرول للورا شويه فرجعت زوم اوت، بعد كده باخد شيفت وبمسك الاكس وبسحبه لقدام كده. انا عملت مساحه ان انا اخد سلمه ثالثه، همسك البوليجون اللي فوق ضغطت ضغط عليها بس كليك يمين اكسترود هنا، بلاش هنا اكسترود هنا، بيكتب لك اخر رقم انت عملته وقول له اوكي. خد بالك ان انت لو مسكت كل الفيس اللي على الشمال ولغينا اللي فوق دلوقتي بالت وضغطت شيفت وسحبت لورا بيمسح، لو سحبت لقدام بيزيد معاك. تمام، فلو قلت شيفت موف السلمة التالتة شيفت موف اخر جزء، انا محتاج اداء 15 30 45. بعد كده محتاج اخد الاتنين دول، بمسك الاتنين مع بعض ازاي؟ كنترول، بعمل سيلكت على اول سلمة وبعد كده باخد الجزء اللي بعدها وكليك يمين بكنترول طبعا، كليك يمين اكسترود واقول له 15 سنتي واقول له اوكي. بس كده محتاج ان انا اقفل الجزء اللي هنا، مفيش فيه اي مشكلة، طبعا انا شايفه مقفول عشان الجزء العلوي اللي هنا، لكن لو طلعت توب اقدر اقول له من هنا واير فريم بدل ديفولت شيدد، وامسك كل البوليجون من هنا والغي بالت الجزء العلوي واقول له موف او شيفت موف مفيش مشكلة. بعد كده هروح على قائمة كرييت ومن هنا اقول له ديفولت شيدد
مش محتاج الايدج فيس وهيبقى عندي الشكل ده كده. ممكن امسك اللون الابيض مع السلم واضغط على اللون واقول له انا عايزهم الاثنين بنفس اللون اللي انا مسكته في الاول اللي هو الابيض. هضغط طب زد، همسك الحوائط عندي دلوقتي واقول له اقفل الحوائط بالشكل ده كده. كده بقى عندي الدور الارضي ودي البلاطة بالسلم، ممكن اعملهم جروب مع بعض.